وصل يا هلا مرحبتين او متقدم يا من وقت الوقت زين اسمع بقول لك كلمتين كلمتين عارف انها قلتها خيره فيها خيره لا انا بقول لك انك انت ريال طيب وريال قلبك طيب وريال تتمنى الخير لغيرك تمنيت الفوز لنادي العين ونادي العين فاز واحنا وعدناك بهديه ويبنا لك هديه احسن عن الهديه اللي وعدناك فيها وما اخرناها الا نرتبها ونجهزها ونجيب لك هديه تستفيد منها. افتح الباب افتح وانت تستاهل ونادي العين يستاهل الفوز واسحب يا علي اسحب وخلي يشوف الهديه اسحب مبروك للزعيم العيناه والفوز وان شاء الله عقبال الفوز في مباراة الإياب وإن شاء الله أن يكون بطل آسيا هذه السنة والله يعطيك خيرها ويكفيك شرها هالسيارة صدقك فهد نعم أكيد إن وعدنا وفينا ما خلفنا الوعود كفو والله مبروك يا عم البادي مبروك الله يبارك أنت تحضنا هو ليش أنا اللي جاي بالسيارة الله يعطيك الصحة جزاكم الله خير وأنت تستاهل وأنا تستاهل كل خير والأم العيناوية يستاهل الفوز الله يبارك فيكم وان شاء الله يفرحوا في مباراة الإياب ويصعدوا لدور الأربعة وبعدها للنهائي وان شاء الله شالين الكاس باذن الله روح شغل روح شوف لا فتحت الدبة فتحت الدبة دورت ولا بروس الموتر حالي هذا ولا حمل حقك وانت تستاهل وانا ما ندبت ان اعطيتك هذا الموتر لان من محبين نادي العين من يوم احنا صغار واحنا نشجع هذا النادي وتستاهل روح جزاكم الله خير ربعتكم زينة وناس طيبين جزاك الله خير وكرمكم سابب جزاك الله خير وانت تستاهل هذا ما كرم نحن احنا تحدينا ان فاز نادي العين واحنا كنا نتمنى انه يفوز نادي العين الحمد لله انه فاز احنا عطيناك واحنا مستانزين وفرحانين بفوز نادي العين وتستاهل الله يعطيك خيرها ان شاء الله ويكفيك شرها